انا هون والدتي. كل عام وانت بخير. هجيب لها موبايل هديه. موبايل؟ كل عام وانت بخير وعقبال نرجع على سوريا ونشوفك. ان شاء الله السنه الجايه نشوفك قدامنا. والله هديتها ذهب. والله بلا كل عام وانت بخير وان شاء الله كل سنه وانت سالمه. هديه حياتي وعمري لانه امي هي اغلى شيء في حياتي يعني. كل عام وانت امي ومشتاق لها كثير. اربع اولاد الله يسلمك يا رب. لا اكيد مالهم هم اكيد يعني ما بتشوفي واحد سوري ومع اولاده. انا عندي هون اثنين وعندي واحد بسوريا ضل وواحدة بقطر. كنا اول كانت من قبل السنتين كانت تحضني امي دائما معي. هلا اختلف، هلا حاس حالي يتيم بلا ام. بسوريا والله صار لي شي 3 سنين. بلا بكل عام انت بخير وكل سنة وانت سالمة. رح هدي هدية هيك مميزة يعني مو كل سنة. هديتها شيء هيك لباس طقم يعني هديتها وكثير انبسطت عليها، بس هالسنة أكيد رح تكون أحلى. بدي التقي فيها بمكة كمان 15 يوم يا رب. يا